فودين، تمريرة جميلة عرضية، كرة رأسية، الكرة ليست بالجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيراً عبر مراحل مختلفة. ضربة رأسية فعلوها، ظهور في مثل هذه الأوقات، هذا الشيء يظهر لك النجوم، شخصية اللاعبين، سماتهم، مهاراتهم، قيمتهم. يلعبها في المساحة وكرة عرض، ضربة رأسية. والتسديد لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظة. كرة رأسية، كرة في الشمال جيدة، والآن لديه مساحة كبيرة، لمسة على اليسار، لمسة داخل، كرة رأسية. فودين يحاول أن يلعب، فيها ردية كبيرة، كل شيء وارد حدوثه. ليونيل ميسي، مساحة خالية على الجانب، كرة رأسية. كثيرا عبر مراحل مختلفة، الآن نشاهد فرق تقدمها وكل فريق يضع بصمة مختلفة عن الآخر، لكن كريستيانو يلعبون ركنية قصيرة. لعبة جميلة، تسديدة، يمر ويلعب كرة بينية، تسديدة من أول لمسة. محاولة من جهة اليسار، مهارة غير عادية تظهر هنا. ويلعب كريستيانو، كرة ملعوبة من مسافة. فرصة للتسديد، والكرة تعانق الشباك، وتدب الحياة في المباراة أخيراً.